مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة طلاب الصف الحادي عشر أدبي، نلتقي اليوم بإذن الله تعالى بمراجعة الاختبارات التجريبية لمادة العلوم العامة. الاختبار التجريبي الأول، السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي: أي مما يأتي ليس من خصائص الضوء؟ كما نعلم بأن الضوء يسير في خطوط مستقيمة، وأن للضوء طاقات مختلفة باختلاف ألوانه، وأن موجات الضوء عبارة عن إلكترونات متحركة تتذبذب أثناء حركتها. إذن الإجابة الخاطئة هي أن الضوء يسير بسرعة عالية مقدارها 3^10 متر لكل ثانية، والإجابة الصحيحة هي أن الضوء يسير بسرعة عالية لكن مقدارها 3^10^8. السؤال الثاني، أي من أشعة الضوء الآتية تستخدم في التصوير الحراري؟ أحسنت، ضوء الأشعة تحت الحمراء. السؤال الثالث، لماذا نعتبر بعض أشكال الطاقة الكهرومغناطيسية غير آمنة؟ أحسنت، لأنها أشعة مؤينة، أي لأنها تملك طاقة كافية لفصل الإلكترون عن ذرته. إذن الإجابة هي C. السؤال الرابع، ماذا تعني كلمة M في MRI؟ أحسنت، ماجنتيك أي مغناطيسي، وهو جهاز التصوير المغناطيسي، ماجنتيك ريزونانس إيميجينج. السؤال الخامس، ما الفرق بين الأشعة السينية والموجة فوق الصوتية؟ أحسنت، الأشعة السينية ترى فقط العظام والأسنان أيضا، والموجة فوق الصوتية ترى فقط الأنسجة الناعمة. السؤال السادس، أي مما يأتي يستخدم في جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي MRI؟ أحسنت، المغناطيسية وموجات الراديو. سابعا، أي مما يأتي يتبع الترتيب الصحيح من الطول الموج الطويل إلى الطول الموجي القصير؟ أحسنت، أعلاها طول موجي هي موجات الراديو، ثم المايكرويف، ثم الأشعة فوق البنفسجية، ثم أقلها طول موجي هي أشعة جاما. إذن الإجابة هي C. ثامنا، أي من الآتي يعد من الغازات الدفيئة غاز الميثان، وغاز أيضا ثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت؟ إذن الإجابة هي C، الميثان. السؤال التاسع، إلى ماذا يشير الرمز X في الرسم البياني المجاور للمجال المغناطيسي؟ أحسنت، يشير إلى الطول الموجي، وهي المسافة ما بين بداية الموجة إلى نهايتها. عاشرا، أي نوع من الضوء لم يظهر أن له تأثيرات مفيدة على الجلد؟ إنه الضوء الأخضر، كما نعلم أن الأشعة فوق البنفسجية، والضوء الأزرق والضوء الأحمر أيضا له تأثيرات على الجلد، بينما الضوء الأخضر ليس له أي تأثيرات على الجلد. السؤال الثاني المقالي، السؤال الأول، استخدم المعادلة السرعة يساوي التردد ضرب الطول الموجي لحساب تردد أشعة الضوء بطول موجي مقداره 720^10^9 متر، أي 720 نانومتر. نطبق العلاقة، التردد يساوي سرعة الضوء تقسيم الطول الموجي. سرعة الضوء كما نعلم أنها ثابتة، وهي 3^10^8 تقسيم الطول الموجي، وهي لمدة وموجودة بالسؤال، وهي 720^10^9. إذن التردد يساوي 4.16^10^14، ولا تنسى الوحدة يا حبايبي وهي الهيرتز. السؤال الثاني،
باستخدام المعادلة الطاقة يساوي ثابت بلانك ضرب التردد. احسب طاقة موجة أي إنرجي الطاقة ترددها 4.72% ضرب 10 قوة 14. نطبق العلاقة الطاقة يساوي ثابت بلانك ضرب التردد. وكما نعلم بأن ثابت بلانك هو رقم ثابت ومقداره 6.63 ضرب 10 قوة سالب 34 ضرب التردد موجود معك أمامك وهو 4.72 ضرب 10 قوة 14. إذن الطاقة يساوي 31.3 ضرب 10 قوة 20، ووحدة قياس الطاقة هي جول. السؤال الثالث: رتب أجزاء الطيف الكهرومغناطيسي من التردد الأقصر إلى التردد الأكبر. أحسنت. أولا التردد القصير هو موجات الراديو، يليه المايكرويف، ثم ما تحت الحمراء، ثم ما فوق البنفسجية، ثم الأشعة السينية، وأخيرا أشعة جاما. السؤال الرابع: احسب طاقة موجة ضوئية ترددها 4.27%. الطاقة يساوي ثابت بلانك ضرب التردد. الطاقة يساوي ثابت بلانك 6.63 ضرب 10 قوة 34 ضرب التردد موجود بالسؤال وهو 4.27. إذن الطاقة يساوي 2.8 ضرب 10 قوة سالب 33، ووحدة قياس الطاقة هي جول. السؤال الثالث: لماذا يكون نوع الطاقة الكهرومغناطيسية الذي يسير عميقا في جسم الإنسان مسببا ضررا كبيرا في الوقت نفسه؟ أحسنت. لأن بعض الإشعاعات إشعاعات مؤينة تفكك الذرات وتجعلها مؤينة في خلايا الإنسان. ثانيا: لماذا يعد العلاج بالأشعة فوق البنفسجية يستخدم لعلاج حب الشباب؟ أحسنت. لأنه إشعاع مؤين قد يسبب سرطان الجلد. ثالثا: في أي جزء من العين يؤثر الليزك؟ نعم صحيح، تغيير تحدب قرنية العين. ورابعا: لما يكون أكثر أمانا استخدام الموجات فوق الصوتية للتحقق من نمو الطفل بدلا من الأشعة السينية؟ أحسنت. لأن الموجات فوق الصوتية هي عبارة عن إشعاعات ليست مؤينة، فلا يسبب ضررا أو خوفا من إيذاء نمو الجنين أو تطوره. خامسا: فسر لا يمكن لشخص يوجد في جسمه صفائح التصوير بجهاز الرنين المغناطيسي. أحسنت. لأن الصفائح تنجذب نحو المغناطيس مما يسبب ضررا على سلامة الإنسان. السؤال الرابع: اذكر استخداما واحدا لكل مما يلي. أولا موجات الراديو في الاتصالات، المايكرويف يستخدم في طهو الطعام والهواتف المحمولة، الأشعة ما تحت الحمراء تستخدم في أجهزة التحكم عن بعد، الأشعة ما فوق البنفسجية في جهاز فحص النقود وتحفيز إنتاج فيتامين دال في الجلد، الأشعة السينية التصوير الطبي للعظام، أشعة جاما تستخدم في قتل الخلايا السرطانية. السؤال الخامس: فسر كل مما يلي. أولاً تكون الظلال للأجسام عند سقوط الضوء عليه. أحسنت. لأن الضوء يسير في خطوط مستقيمة. ثانياً تظهر صورة الأشعة السينية باللون الأبيض والأسود. أحسنت. لأن العظام تمتص قدر كبير من الأشعة، تظهر باللون الفاتح، والأنسجة الناعمة تمتص أقل فتظهر باللون الأسود. ثالثا التصوير بالرنين المغناطيسي يعتبر الجهاز الأكثر أمانا في التصوير. أحسنت. لأنه لا يستخدم أشعة مؤينة تضر بالجسم. رابعا من خلال دراستك للطيف الكهرومغناطيسي أجب عن الأسئلة التالية: اذكر أكبر موجات الطيف الكهرومغناطيسي تردد. أحسنت. هي أشعة جاما، هي أكبر الموجات تردد وأعلاها طاقة وأقلها طول موجي. ثانيا با
اذكر أثر الأشعة فوق البنفسجية على الإنسان. أحسنت، تسبب سرطان الجلد. السؤال السادس، ألف، اذكر وظيفة القرنية في العين. أحسنت، هي مرور الشعاع الضوئي من خلال الجسم الشفاف. ثانيا باء، صف كيف تعالج أو تعالج الغدة الدرقية بالإشعاع الداخلي. أحسنت، بالشراب أو الأقراص اليود المشع، ويمتص حتى يصل إلى الغدة الدرقية. ثالثا جيم، صف طريقة العلاج الموضعي. أحسنت، عن طريق غرزات توضع بالقرب من الورم وتغطى بحيث لا تسبب أضرارا للخلايا والأنسجة المجاورة السليمة. دال، اذكر طرق العلاج الإشعاعي المستخدمة لعلاج الأورام السرطانية. أحسنت، علاجان هما العلاج الداخلي والخارجي. العلاج الداخلي مثل الغرزات واليود المشع، بينما العلاج الخارجي مثل النيترونات وسكين جاما. الاختبار التجريبي الثاني لمادة العلوم العامة، السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي: ما اسم الموجة المنعكسة؟ أحسنت، هي الصدى. ثانيا، ما اسم الحيوانين اللذين يستخدمان الصوت لتشكيل صورة ذهنية لما حولهما؟ أحسنت، الخفافيش والدلافين، أيضا الحيتان. السؤال الثالث، كيف يمكن لأداة أن تحدد مسافة الصدى؟ أحسنت، بقياس وقت الصدى المنعكس، لأن سرعة الصوت ثابتة. رابعا، ماذا تعني كلمة تفتيت الحصوات؟ أحسنت، أي حصوات مسحوقة. خامسا، لماذا كانت المحولات الحفازة ملزمة للسيارات الجديدة؟ أحسنت، للتحكم في الضباب الدخاني. السؤال السادس، ما خاصية الضوء التي تسمح لجهاز الموجات فوق الصوتية بتكوين الصور؟ لا يوجد. لماذا؟ لأن الموجات الفوق صوتية ليست من أشكال الضوء. السؤال السابع، أي مما يأتي ليس علاجا من خارج الجسم؟ أحسنت، أي علاج داخلي، وهو دي العلاج الإشعاعي الموضعي. السؤال الثامن، أي مما يأتي لا يستخدم الإشعاع المؤين، كما ذكرنا بأنه التصوير بالرنين المغناطيسي هو لا يستخدم الإشعاع المؤين، فهو جهاز آمن. إذن الإجابة هي سي. السؤال التاسع، أي مما يأتي سببا لاستخدام الفريون في الثلاجات، كما نعلم بأن غاز الفريون الذي يستخدم في الثلاجات هو غاز آمن وغير قابل للاشتعال وأكثر أمانا من الأمونيا، أيضا درجة غليانه منخفضة جدا. إذا الإجابة هي دي، درجة غليانه منخفضة جدا. السؤال العاشر، ما القدرة المستخدمة عند تشغيل مصباح يستهلك طاقة مقدارها 240 جول خلال 8 ثواني؟ نطبق قانون القدرة، القدرة يساوي الطاقة أو الشغل تقسيم الزمن. الطاقة هنا 240 جول تقسيم الزمن، ويجب أن يكون بالثواني، إذا 240 تقسيم 8، الإجابة هي 30 وات، ووات هي وحدة قياس القدرة. السؤال الثاني، ما اسم الجهاز الذي تشاهده في الصورة؟ أحسنت، هو جهاز التصوير الحراري. ثانيا، ما الذي يمكن اكتشافه باستخدام هذه الجهاز؟ أحسنت، الحرارة والعدوى والالتهابات الجلدية. ثالثا، عدد اثنين من الاستخدامات المختلفة للتصوير الحراري في مجال الطب والرياضة: العدوى، أيضا الالتهابات الجلدية، وأيضا الرضوض أو تقدير شدة الإصابة لدى لاعبين الرياضة. السؤال الرابع، كيف يتم تصحيح أخطاء الرؤية بالعين؟ أحسنت، باستخدام الليزر لتغيير شكل قرنية العين، وما تسمى جراحة الليزك، وذلك بفصل
طبقة رقيقة من سطح القرنية وتثنى إلى الأعلى. السؤال الثالث، من خلال دراستك عن الرنين المغناطيسي MRI، أجب عن ما يلي: أولاً، اذكر خاصيتين من خصائص جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي MRI. أولاً، هو جهاز آمن لأنه لا يستخدم الإشعاع المؤين، وثانياً، يستخدم مغانط قوية. ثانياً، على أي أنسجة يستخدم جهاز الفحص بالرنين المغناطيسي؟ أحسنت، على الأنسجة اللينة. السؤال الثالث، حدد مكونات جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي. الجزء الأول هنا المغناطيس، الجزء رقم 2 الماسح المضمن، رقم 3 منصة المريض، رقم 4 ملفات متدرجة، رقم 5 هنا ملفات بتردد الراديو، ورقم 6 وأخيرا هنا المريض. السؤال الرابع، من خلال دراستك للموجات فوق الصوتية، أجب عن الأسئلة التالية: أولا، ابحث عن ترددات الأصوات التي يستطيع الإنسان سماعها وقارنها بترددات الموجات فوق الصوتية. السمع البشري مجموعة عالية من الترددات يستقبل أي الأذن، وهي من 20 إلى 20 ألف هيرتز، بينما جهاز الموجات فوق الصوتية تردداته عالية وهي ما بين 1 إلى 18 ميجا هيرتز. ب. عدد استخدامات الموجات فوق الصوتية. أحسن، تصوير مراحل نمو وتطور الجنين، أيضا تفتيت الحصى داخل الكلى. جيم، عدد أسماء الحيوانات التي تستخدم تقنية الصدى لرؤية الأجسام. أحسنت، الحيتان، الدلافين، والخفافيش. دال، ما هو الصدى؟ أحسنت، ارتداد الموجة الميكانيكية بعد اصطدامها بعائق وعودتها إلى المرسل. ها، ما أسباب الإصابة بحصوات الكلى؟ أحسنت، 1 قلة شرب كمية كافية من السوائل أو الماء، وثانيا تناول نسبة عالية من أملاح الأكسالايت. واو، كيف تفسر الخفافيش ترى بآذانها؟ أي أن الخفافيش تستخدم صدى الأصوات لتكوين صورة ذهنية لموقع الأشياء. السؤال الخامس، أولا، صف ما يحدث لتفاعل الميثان CH4 مع شقوق الهيدروكسيل OH-1 في طبقة التروبوسفير. أحسن، تكون الماء وثاني أكسيد الكربون. ب. وضح تأثير قطع الغابات على البيئة. أحسنت، زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وقلة نسبة الأكسجين في الجو، وأيضا زيادة درجة الحرارة في الغلاف الجوي. جيم، اذكر فوائد استخدامات المحولات الحفزية أو الحفازة للسيارات. أحسنت، تحويل الغازات الأكثر سمية إلى أقل سمية، مثل تحول أول أكسيد الكربون CO إلى ثاني أكسيد الكربون CO2. دال، استنتج ما يحدث عند تعرض الشعب المرجانية إلى ارتفاع درجة الحرارة. أحسن، تبيض، أي يصبح لونها أبيض، وذلك بسبب موت الطحالب الخضراء وهي غذاء الشعب المرجانية. ها، فسر، تولد أشبال الأسود في نظام سيرنجنيتي البيئي في تنزانيا في شهر نوفمبر بسبب توافر الغذاء نتيجة تساقط الأمطار في نوفمبر، وبعد ذلك تصل قطعان كبيرة من الماشية وهي النوء، فإن بقاء الأسود مرهون بوصول النوء مرة واحدة في السنة بعد هطول الأمطار. السؤال السادس، اذكر سبب هجرة الماشية البرية الإفريقية إلى سيرنجنيتي في تنزانيا. أحسنت، بسبب نمو الأعشاب نتيجة تساقط الأمطار من أجل الحصول على الغذاء. ب. اذكر أحد الكائنات الحية التي تستخدم أو تستخدم في المكافحة البيولوجية: الخنفساء أو الدعسوقة، أيضا دبور الدرقية. أحسنت. جيم، فسر،
لماذا تم إدخال النمس القزم الآسيوي إلى جزر هاواي لضبط أعداد الجرذان في حقول قصب السكر؟ دال: اذكر نسبة المحاصيل التي تتلف سنوياً بسبب الآفات، أحسنت يا 50%. ها: اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارة الآتية: القدرة على إحداث تغيير أو أداء شغل، أحسنت الطاقة. واو: اذكر أمثلة على الطاقة المتجددة في دولة قطر والطاقة غير المتجددة. الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الكهرومائية، أيضا الطاقة الحرارية الأرضية، بينما الطاقة غير المتجددة مثل النفط والغاز الطبيعي والفحم الحجري. الاختبار التجريبي الثالث. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة. أولا: أي المصادر الآتية ينتج أكاسيد الكربون من الأنشطة البشرية؟ أحسنت من أكسدة هيدروكربونات، الفحم والنفط. ثانيا: ما طريقة العلاج الأكثر أمانا للاستخدام؟ أحسنت العلاج بالضوء الأزرق لأنه شعاع غير مؤين. ثالثا: أي الكائنات الآتية أكثر عرضة للانقراض عند تغير المناخ؟ أحسنت هي البرمائيات. ورابعا: أي مما يأتي يحتفظ بالمزيد من الكربون؟ أحسنت هو المحيط. خامسا: أي المركبات الآتية يستخدم في المكيفات؟ أحسنت هو الفريونات أو غاز الفريون. سادسا: أي الغازات الآتية يخزن في طبقة التروبوسفير؟ أحسنت غاز الميثان CH4. سابعا: التفاعل الكيميائي الضوئي هو تفاعل، أحسنت، تحفزه أشعة الشمس. ثامنا: ما العملية التي تخلصنا من ثاني أكسيد الكربون في الجو؟ هي عملية البناء الضوئي. السؤال التاسع: أي مما يأتي ليس سببا لاستخدام الفريون في الثلاجات؟ أحسنت أنه قابل للاشتعال، و الصحيح وأنه غاز غير قابل للاشتعال، وهو غاز أكثر أمانا من الأمونيا، وهو غاز غير سام، لذا هو آمن. السؤال العاشر: أي من وحدات القياس الآتية هي وحدة لقياس الطاقة؟ أحسنت جول. السؤال الحادي عشر: ما نوع الأشعة المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري؟ أحسنت يا الأشعة تحت الحمراء. الثاني عشر: أي مما يأتي يعتبر من الغازات التي تزيد حرارة الغلاف الجوي؟ أحسنت يا غاز الميثان وأيضا غاز ثاني أكسيد الكربون، وهي CH4 وCO2. السؤال الثاني: اكتب أهم خاصية الفريون أو لغاز الفريون الذي تجعله آمنا وفي نهاية المطاف مميتا. أحسنت أهم خصائصه: أنه غير سام وعديم الرائحة والطعم وغير قابل للاشتعال، فهو آمن، بينما في نهاية المطاف مميت. لماذا؟ لأنه يتسبب في ثقب الأوزون ودخول الأشعة الفوق بنفسجية التي تسبب السرطان. ب: اذكر أهم مصادر الطاقة المتجددة هي الشمس أو الطاقة الشمسية والطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية وأيضا الطاقة الحرارية الأرضية. جيم: حدد المصطلح العلمي الذي تعبر عنه العبارة الآتية: النمو غير الطبيعي للطحالب بسبب الأسمدة التي تدخل إلى مجرى المياه، أحسنت الازدهار الطحلبي. ثانيا: فسر تؤثر تربية المواشي والأبقار على البيئة، أحسنت، وذلك بزيادة كمية غاز الميثان المتصاعد في الغلاف الجوي. ها: فسر يعد سبب القلق من استخدام السماد الصناعي، أحسنت، لأنه يتسبب في موت الكائنات الدقيقة في التربة. واو: اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارة الآتية: صيد كميات من الأسماك أكثر مما أن يحل محلها بعملية التكاثر، أحسنت، يسمى الصيد الجائر، بينما الصيد
العرضي هو الصيد بواسطة استخدام أشباك كبيرة والحفظ بالأسماك التي تدر ربحا والتخلص من الأسماك غير المرغوبة، هذا يسمى بالصيد العرضي. السؤال الثالث، أولا أذكر المصطلح العلمي الذي تعبر عنه العبارة الآتية: أجهزة لمنع تلوث الهواء توضع في نظام العادم في السيارات، أحسنت، المحولات، الحفازة. ب أذكر الأسباب التي تزيد من الميثان في الجو، أحسنت، تربية المواشي، تربية الأبقار، وهضم المواد العضوية. جيم وضح السبب في إضافة النيتروجين إلى حقول الزراعة، أحسنت، نتيجة استهلاك النبات للنيتروجين من التربة. دال أذكر دور واحد لطبقة الأوزون في حماية الأرض، أحسنت، حماية الكائنات الحية على الأرض من أضرار الأشعة فوق البنفسجية. ها وضح سبب إضافة الرباعي الإيثيل الرصاص إلى البنزين، أحسنت، لتحسين رقم الأكتان، أيضا منع الطقطقة ومنع الاحتراق المسبق. واو أذكر صفتين من الفريونات لاستخدامها في أجهزة التبريد: أنها غير قابلة للاشتعال ولها درجة غليان منخفضة جدا. السؤال الرابع، وضح الأسباب وراء هجرة الحيوانات في إفريقيا، أحسنت، للبحث عن الغذاء. ب استنتج واحد من التأثيرات السلبية لقطع الغابات على البيئة: زيادة درجة الحرارة في الغلاف الجوي، وثانيا تراكم ثاني أكسيد الكربون. جيم استنتج المشكلة الناجمة عن زيادة النيتروجين في الكتل المائية، أحسنت، زيادة نمو الطحالب. دال اشرح الدافع لإضافة الرصاص إلى البنزين بدلا من الإيثانول، أحسنت، لأن شركات النفط قاومت استخدام الإيثانول. لماذا؟ لأنها لا تتحكم في إنتاج الإيثانول، فهو مادة كيميائية شائعة الاستخدام ولا تتطلب براءة اختراع. ها أذكر اثنين من استخدامات الموجات فوق الصوتية، أحسنت، تفتيت حصوات الكلى، أيضا تصوير نمو وتطور مراحل الجنين أثناء فترة الحمل. السؤال الخامس، احسب القدرة لمحرك يستطيع بذل 25,000 جول، هذه هي الطاقة والشغل، من الشغل في دقيقة واحدة وهو الزمن، وكما تكلمنا سابقا أن الزمن يجب أن يكون بوحدة الثانية. نطبق العلاقة، القدرة يساوي الشغل تقسيم الزمن، أي بي تساوي إي تقسيم تي، نقسم 25,000 تقسيم 60 لأن الدقيقة 60 ثانية، إذن الجواب 416 وات. ثانيا، ما كفاءة محطة كهرومائية تستهلك طاقة مقدارها 7 ضرب 10 قوة 9 جول لتنتج طاقة كهربائية مقدارها 6 ضرب 10 قوة 9 جول؟ نطبق القانون الكفاءة، أحسنت، الطاقة الناتجة تقسيم الطاقة المدخلة ضرب 100. الكفاءة يساوي الطاقة الناتجة 6 ضرب 10 قوة 9 تقسيم 7 ضرب 10 قوة 9 ضرب 100، وتساوي 85.7%، ويجب أن يكون الكفاءة أقل من 100%. فسر، تعد الطاقة النووية خيار مهم للاستدامة، أحسنت، لعدم خروج غازات تسبب احتباس حراري، أيضا تعتبر آمنة وتعطي طاقة عالية خالية من الكربون. دال أذكر فكرة عمل المحطات الكهرومائية لإنتاج الطاقة الكهربائية، لبناء السدود، لحجز المياه خلفها، ثم دفع المياه بضغط عالي لتحريك التوربينات التي تحرك المحولات الكهربائية. السؤال السادس، اذكر بعض الأمثلة على مصادر الطاقة غير المتجددة، أحسنت، الوقود الأحفوري والفحم الحجري والغاز الطبيعي. ب فسر سبب وجود قضبان من البورون في المفاعل النووي، أحسنت، لأن له القدرة على امتصاص النيترونات لإبطاء التفاعل المتسلسل أو إيقافه. جيم أذكر الأسباب التي تجعل التوربينات الرياح ذات المحور الرأسي لها كفاءة إجمالية أكبر من توربينات الرياح ذات المحور الأفقي، أحسنت، لأن بناؤها أسهل وأكثر أماناً، و
وتتعامل مع الرياح المضطربة بكفاءة أكبر كثيرا من توربينات الرياح ذات المحور الأفقي، وتسمح أيضا التصميمات الإبداعية لها بحركات فنية وعملية. دال، اذكر المصطلح العلمي الدال على العبارة الآتية: القدرة على إحداث تغيير أو أداء شغل، أحسنت هي الطاقة وتقاس بوحدة الجول. وأخيرا اذكر اثنين من العوامل التي تؤثر في بقاء الأنواع في منطقة ما: التغيرات البيئية، المناخ، أيضا التكيفات للأنواع المختلفة مع البيئة. وأخيرا نتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.